أغطرف ولا أحني يداني ولا إيش أسوي ولا أحتفل برأس السنة؟ سلام عليكم، كيف حالكم؟ يا مرحبا يا صبح بترقي، يا مرحبا بالمناضل الرجل الشهم، يا مرحبا باللي جمعها من هنا ويصرفها هناك، يا مرحبا باللي زرع هنا ويودي الحصاد هناك، يا مرحبا باللي ولاء البلد. صبحي بترقي، جمعتها من فين فلوسك هادي والمايباخ؟ وولدي قال لي وجاهة ولا انت رجل اعمال والوجاهة غير والشخصية غير؟ ويا بابا خد مايباخ ودي، وعندي انا واحدة مايباخينة وواحدة كمان في دبي. انت قاعدة تجمع الفلوس من هنا وتوديها دبي؟ طيب مرحبا، انت اول واحد ما كثير من هذا اصحاب البنوك اللي هنا والناس المعروفين ودوها هناك. بس يا صبحي ملفات انا عندك موجودة، لما اجي في المستشفى واقول عندي صداع، تحليل بول وتحليل دم وتخطيط قلبه واشعة مقطعية، يا هو يا صبحي، اللي يجي معاه كسر شعر في رجله تقول كسر مضاعف يحتاج استقالة ومسامير ألمنيوم. يا صبحي جمعتها من فلوس مين؟ يا صبحي من دماء الناس. يا صبحي انت موظفينك قاعدين تدعوا ليل نهار انه الشعب يمرض عشان يجي يتعالج عندك. يا صبحي مجلس الإدارة بيجتمع كل نهاية شهر يا صبحي عندك، وانت عارف بتشوفوا كل دكتور كم عمل دخل في الشهر هذا، وتسأل ليش ما عمل هذا تحاليل وهذا ليش ما عمل أشعة وهذا ليش. يا صبحي قاعد تشجعهم وتجبرهم على إنهم يصلخوا المرضى ليه يا صبحي؟ وفي النهاية تتفاخر على الناس المحتاجين واللي ما عندهم وتقول بيتدلعوا 40-50 سنة. انت عارف 40-50 سنة يعني ايش؟ يعني هذه انت اللي جمعت فيها الثروة، جمعتها من دماء الناس. اللي عنده لوز يصير عنده غدد، اللي يحتاج استئصال، اللي عنده مغص عنده زايدة، اللي عنده ألم في الكلى بسيط ويحتاج تفتيت حصوة بسيطة يحتاج عملية. أنا عارفة وإنت عارف يا صبحي. أسمع يا صبحي، عظماء الرجال اللي جمعوها زمان شوفهم اتسدحوا كلهم، تجيهم عقوبة من الله. البلد اللي قاعد تتفاخر بيها في تقول دبي ودبي، انت من فلك فلوس عشان تحطها في البنوك هناك؟ بنوك دبي مزدحمة من فلوس الناس اللي تاخد فلوسها هنا وتجمع من دماء الشعب وتروح في دبي، معروفين كلهم. يا صبحي بترقي، اولادك حياكلوها حلال لكن انت حتنشوي فيها. يا صبحي الدلع اللي تقول عنه يا صبحي قبلك اتدلعوا كتير. فين فؤاد جهوري يا صبحي؟ فؤاد جهوري اللي كان ثروته قد ثروتك أضعاف، ومن أصحابك ومن الناس اللي الرعيل الأول، فينهم؟ شوف كيف دارت على الدنيا، شفت كلمة تقولها تدمرك يا صبحي. شركات الأدوية يا صبحي والمضادات الحيوية اللي قاعد تفتك بالناس بها، تصنيع الأدوية والمستشفيات يا صبحي، الأطباء والعقود اللي تسويها معاهم من برا إنهم يجوا ترسل مدراء من عندك يتفقوا معاهم ويجيبوهم كأنهم عصابات في البلد هذه يا صبحي، وما يرحموا المواطن هنا ولا يرحموا المريض يا صبحي. فين موقفك في الأزمات يا صبحي؟ فين موقفك في رافعة الحرم؟ ما صرحت بتصريح واحد يا صبحي. الدولة مي في حاجتك، الله لا يوحش الدولة لك، بس في ناس غلابة يجولك يا صبحي تتهرب منهم، وفي النهاية تتفاخر بما يباخ وما ما يباخ وتقول الشعب يتدلع. ها يا صبحي استقي رايق يا صبحي، افهم كلامي. نسينا ايام البغدادية يا صبحي، نسينا ايام الشرفية يا صبحي وشارع قابل، نسينا. الله يرحم احمد فتيحي حي وميت، يعرف جلسائك عارفهم اللي تقول انا من فين اجيب رواتب الاطباء، انا اعيش على دماء المرضى. وفي النهاية كده تتشدق قاعد وتتشدق وتتمدح بدبي، وقاعد تقول يصيروا أحسن من دبي، ليتهم يصيروا زي يا شيخ. استحي يا شيخ على وشك،
نهايتك جات وقربت نهايتك التجارية. من يوم هذا كلامك أولادك حياخدوها حلال. أسأل الله يا صبحي بترجي إن يا رب أولادك يحجروا عليك يا صبحي وتصير فيها خس حالة وتشوف فلوسك ما تقدر تمسك منها ريال يا صبحي، عشان ما خفت الله ما تبرعت للمحتاجين وقاعد في داهية راكب سيارة ما تدوم السيارة. ملوك عظماء الرجال تحت التراب، فطاحلة الناس الكبار اللي هم مليارات عندهم فجأة أعلنوا إفلاسهم. أرحم نفسك وأرحم اسمك اللي بقي كان بقي لك اسم كمان، وأستغفر ربك. وقاعد تقول شعبي تدلعوا عشان بنزين، خستحي على وشك هيا نط دحين شوف الحريق اللي الله يجيرنا ويحميهم إن شاء الله دبي، شوف الحريق اللي في البرج هيا نطلهم. قول لهم لو في عندكم مرضى ولا شيء أنا أعالجهم في المستشفى، سوي لهم حركات كده، سوي لهم ولاء عندهم، قول لهم أنا أحبكم ولاء لكم. ولو أحد سألك من أين لك هذا قل أنا بدأت من بدايتي، أنا كنت أبيع البنادول عند محطات البنزين بالحبة وبعدين بالعلبة، وبيع علب الفيكس كنت في كرتون كده أوزعها في الحارة، وبدأت من الصفر والحمد لله. الآن ثروتي هذه كلها من فين؟ من الفيكس والبنادول. بدأت صغير أنا حتى وصلت أبيع المضادات بمئات الريالات وأفتك في الناس المرضى وأستغلهم وأفرح بالمرضى لما يجونه، ونفسي كل الناس يمرضوا عشان يجوني. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. إن كان إحنا اللي ندلع في النهاية بعد ما جمعتها بالكوم تروح في دبي هناك وتقول يصيروا زي دبي، وتقول هيا تأكد بالله شوف هلا المايباخ حقتك في دبي، شوفها تأكد يمكن راحت في الحريقة ولا شيء. وقول له متبرع لكل نزيل وكل ساكن في الفندق متبرع بوحدة مايباخ، سوي كده تقطق كاشفينك كلهم عارفين انك ما لك خير في اللي هنا في بلدك وفي الشعب اللي انت طلعت على اكتاف، وعارفين انك ما فيك خير، وتروح دبي وعرفوا انك ما فيك خير زي غيرك اللي نافقوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولدي مكالم قال لي يا بابا انت خلاص يعني دحين أصبحت على مستوى وأصبحت هذا، ما معقول تسوق على السيارة المرسيدس حقتك اللي قاعد تسوقها بنفسك، وأحيانا يونيد إنك أنت توفى على نفسك ضغط الدم من مشاكل السيارات ومشاكل الزحمة، وتحتاج إنك أنت يكون عندك إكزيكتيف كار سيارة للمدراء. تطوش بها الروز رويس؟ قال أبريق الروز رويس سيارة للوجهاء، فانت صحيح انك انت وجيه، لكن النظرة العامة لشخصك انك شخص مدير، انت لا انت اكزيكتيف. فلذلك شركة سيارة الميباخ للوجهاء والمدراء، تجمع هذه الخاصيتين. فانا اقترحت بكلامه واشتريت، انا عندي واحدة في هنا وعندي واحدة في دبي كمان بشتري. دلع زي ما كنا نتدلع، بنتدلع لنا 40 سنة، يكفي الحكومة سوت 40-50 سنة وهي بتدلعنا، يكفينا دلع يا جماعة الخير. ارحمونا اتقوا الله فينا، رجاء ننشر الشريط هذا عشان الناس تعرف الوضع وعشان تصير زي دبي. السلام عليكم ورحمة الله.